بعمل كعك ومعمول لمناسبة العيد قريبا إن شاء الله راح يكون. طبعا مشروعي إله تقريبا بشتغل فيه أكتر من 12 سنة. عندي شغل الخاص اللي هو شغل المعمول لطلبيات الكعك والمعمول. عندي أصناف كتيرة من الكعك والمعمول، اللي هي المعمول بحشوات العجوة، بحشوات الفستق الحلبي بالجوز، كعك منقش، كعك بالعجوة، كعك بالحلقوم، حسب شو طلبيات عندي بيصير بننفذ. طبعا الكل بيعرف انه موسم الكعك والمعمول موسم حلو كتير لتجمع الحبايب والقرايب، وبحتاج ايدي عامل كتير قوية. طبعا انا الي في مجال عملي اكتر من 12 سنة. بتميز في شغلي انه الحمد لله شغل بيرفكت، بستخدم من اجود المنتجات، من سمنه، من سميد، من شو بكلف الاشي بحطه بالصح، لانه الحمد لله رب العالمين علي اقبال شديد في هذا المنتج. طورت من نفسي عبر السنين والايام، واخذت دورات خارجيه في مصر في الاردن الحمد لله ونجحت فيها. صارت المؤسسات او الكليات او المراكز تطلب شيف سوار انه تعالي علمي الصبايا، اعطي دورات. طبعا نحن بنعرف غزة بتمر بظروف صعبة كتير، والحمد لله رب العالمين، فبحكم الظروف يلي انا عايشة فيها او البيئة اللي عايشة فيها بتحتاج اني انا اكون اول انساني داعمة لزوجي ولبيتي. بعطي دورات، بهيئ ستات كتير انهم يفتحوا مشاريع زي ما انا فاتحة مشروع والحمد لله نجحت فيه. بفتح مشاريع تانية لستات بيوت وبعلمهم الشغل صح حتى يساندوا حالهم هم كمان.